وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، كررها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، تأكيدا على قيمة هذه الثمرة المباركة التي أثبتها الطب الحديث. القصيم حلة الصحراء الخضراء وسلة غذاء المملكة وإحدى ركائز أمنها الغذائي، اشتهرت بحقولها ووفرة نخيلها وجودة تمورها. تشير الإحصائيات إلى أن ثلث محصول المملكة من التمور يأتي من مزارع القصيم، تبوأت بها المرتبة الأولى في أعداد النخيل على مستوى مناطق المملكة. جني المحصول أو خراف النخل نقطة الانطلاقة لرحلة التمور، أيدي حانية تتناول كل تمرة بعناية وتتعامل مع كل حبة بحرص فائق. تتم عملية فرز التمور بطريقة فنية، ويراعى في هذه العملية مواصفاتها الدقيقة، أعين فاحصة وأيدي خبيرة، منحها طول التجربة والتمرس سرعة البديهة والقدرة على التمييز والتصنيف السليم، ليتم بعدها تجهيز المحصول للبيع المباشر في عبوات قياسية مطابقة للوائح والقواعد المنظمة للسوق. في مدينة التمور ببريدة يزدحم المشهد بالصور الخلابة، كل صورة تختزل قصة الجد والمثابرة المكللة بالنجاح. مشروع مدينة التمور في حد ذاته رمز شامخ للطموح المتوج بالإنجاز، حلم راود الكثيرين بحسن التخطيط وصدق العزيمة استحال واقعا وتجسد معلما حضاريا واقتصاديا هاما. لبت المدينة تطلعات المزارعين واحتياجات المستثمرين لما اتسمت به فكرة إنشائها من قدرة على قراءة المستقبل ونظرة بعيدة لما وراء مكاسب الحاضر المحدودة. تقع المدينة على مساحة 165 ألف متر مربع، روعي في تصميمها ضمان سلاسة عمليات العرض والشراء. مهرجان التمور من كل عام، ملتقى تجار ومزارعي التمور من المنطقة وخارجها، يصدح السوق بحناجر الدلالين وصدى أصواتهم المنسجمة مع إيقاع البيع والشراء. يتنقل المتسوقون والزائرون بين مباسط وسيارات العارضين، يقلبون الطرف ويتفحصون أنواع التمور التي اشتهرت بها القصيم، وفي مقدمتها بلا ريب ملكة التمور السكرية وأخواتها من التمور الفاخرة. أسهمت أمانة منطقة القصيم عبر مهرجان التمور السنوي في استقطاب اهتمام رجال الأعمال والمتسوقين، وخلقت حراكا استثماريا رسخ هوية القصيم، كما حرصت الأمانة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والتجار والعاملين في السوق، معتبرة ما تقدمه من خدمات متميزة امتدادا لإسهامات الدولة السخية ودعمها الكبير لهذا المجال الحيوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما يعلم الجميع فإن التمور هي المنتج الزراعي الرئيس في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، وأمانة منطقة القصيم ضمن منظومة من الجهات الحكومية والخاصة التي تخدم هذا المنتج بدءا من زراعته وحتى وصوله إلى المستهلكين. ومن أجل هذا بدأت الأمانة بتنظيم هذا المعرض المتخصص، معرض قوت، منذ ثلاث مواسم، وبفضل من الله سبحانه وتعالى في كل عام يزداد نجاحا وتألقا. ومساء هذا اليوم السبت 21/6/1433 نسعد جميعا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بحضوره الكريم إلى هذا المعرض،
وتشريفنا جميعا برعايته ومساندته ومؤازرته الدائمة. أدعو من هذا المكان مستهلك التمور ومسوق التمور وحتى المزارعين أن يزوروا هذا المعرض ويستمتعوا بخيرات الله فيه، ويساهموا أيضا بوصول هذا المنتج الاستراتيجي الهام إلى منافذ التسويق في كل مكان في العالم، خدمة لاقتصاد بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. مهرجان التمور محطة مهمة في رحلة التمور توصلها إلى محطة أخرى لا تقل أهمية، فبعد انقضاء أيام المهرجان ولياليه الحافلة بالعمل والبحث عن الربحية والفائدة، تبدأ مرحلة تتحول فيها التمور إلى قوالب جديدة تضمن عمرا أطول ومدى صلاحية أوسع. تطلع مصانع تعبئة التمور بهذه المهمة على أتم وجه، حيث تمر التمور المراد تعبئتها بعمليات متعددة بواسطة أجهزة ومعدات حديثة توفر كافة متطلبات وشروط التعبئة الصحية الآمنة، لتشكل التمور المعبأة سلعة تجارية أساسية ومنتجا قابلا لتسويق أفضل وأكثر انتشارا. ومن هنا انبثقت فكرة معرض قوت للتمور المعبأة ليكون ذراعا استثماريا مهما في مجال تجارة التمور في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة يسعدنا ويشرفنا أن نحظى مع سمو أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وسمو نائبه في احتفالية رائعة في النسخة الثالثة لمعرض قوت الذي تقيمه أمانة منطقة القصيم للعام الثالث على التوالي في مدينة التمور، والتي جهزت تجهيزا متكاملا لاستقبال مثل هذا المعرض، كما تستقبل سنويا مهرجان التمور والذي يستغرق أكثر من شهرين في موسمه المعتاد. وقد جهزت الأمانة هذا الموقع كموقع مؤقت لمعرض التمور في هذا العام والسنتين الماضيتين، وسيتم إن شاء الله إقامة المهرجان في نسخته الرابعة في الموقع الجديد والمخصص للمعرض في داخل مركز النخلة، والذي ولله الحمد سيكتمل بنهاية هذه السنة هذا العام من جميع تجهيزاته، وسيتم افتتاحه قريبا إن شاء الله. تقوم أمانة القصيم في كل عام بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لتوفير كافة أنواع الدعم للعارضين من أجل تجسيد أهداف معرض قوت للتمور المعبأة. حياكم الله في معرض قوت للتمور المعبأة الذي يقام مساء هذا اليوم بتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه الذين يدعمان المهرجانات المنطقة. المعرض يحوي على حوالي 150 عارض من أنحاء المملكة أو من وكذلك من المنطقة. المعرض أيضا يحوي على تمور معبأة جاهزة وتمور مصنعة ومشتقات التمور. كلنا أمل إن شاء الله تعالى في نجاح هذا المعرض بدعم ورعاية الرعاة الذين ساهموا معنا في نجاح هذا المعرض. نتمنى التوفيق للجميع ومساء مبارك بإذن الله. ويحظى المعرض بدعم ومشاركة الشركات الوطنية التي اعتادت على دعم ومساندة مثل هذه المعارض والمهرجانات. منطقة القصيم مرشحة لتصبح مركز الثقل العالمي في إنتاج وتسويق التمور حول العالم، عوامل عديدة تؤهلها لهذا الموقع، في مقدمتها وفرة الإنتاج وجودة النوعية وانتشار الثقافة الاستثمارية الزراعية والحراك التسويقي الكبير الذي تشهده المنطقة، وهي معطيات كشفت أهمية الاتجاه للاستثمار في صناعة تعبئة التمور ومشتقاتها باعتبارها رافدا واعدا من روافد الاقتصاد السعودي. مسيرة تمور القصيم نحو العالمية يقودها أمير كريم رعى انطلاقتها المباركة، وما زال يوليها عنايته واهتمامه الكبير. وما جائزة الأمير فيصل بن بندر للنخيل
إلا برهان على بعد نظره وتفانيه في الوصول بالقصيم إلى المكانة السامية التي تستحقها. بمتابعة عضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وتواجده الدائم وقربه من العاملين في ميدان التمور، دعم ومساندة كريمة تستلهم توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات ولاة الأمر الرامية إلى الارتقاء بالوطن والمواطن أينما كان، فموقعه راسخ على خارطة الرعاية والاهتمام. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج